بكم مشاهدينا إلى هذه المقابلة الخاصة نخصصها اليوم للحديث عن شركة نيوم، والتي أعلنت عن مشروع The Line، باكورة مشاريعها التطويرية، والذي سيعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. يذكر أن مشروع نيوم انطلق في عام 2017 بتكلفة وصلت إلى 500 مليار دولار، ويقوم صندوق الاستثمارات العام بتمويله بشكل كامل على أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في عام 2025 وإتمام المشروع بشكل كامل خلال فترة ما بين 30 إلى 50 عاما. نحاور اليوم من نيوم المهندس نظمي الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم السعودية. أحييك مهندس نظمي وشكرا على وجودك معنا. مساء الخير أخت ميساء، ونتشرف باللقاء معكم، وإن شاء الله نعطيكم يعني معلومات كافية توفي كل ما يرى المشاهد والمواطن أن يجب أن يعرفه. شكرا على وجودك مهندس. وخليني أبدأ يعني مهن هذا المشروع العملاق اللي انطلق بعام 2017، إحنا عم نتحدث عن دخولنا بالعام الرابع لإطلاقه تقريبا بعام 2017 حتى 2021، حدثنا عن أهم ما أنجز خلال هذه السنوات، ما هي أهم الاستراتيجيات اللي وضعتموها لتحقيق مستهدفات المشروع؟ انطلق بالفعل المشروع في 2017 عندما أعلن سمو سيدي البدء في العمل على مشروع نيوم، واللي أطلق في 2017 كان الحلم والرؤية، والحلم والرؤية هم أساس ما نعمل عليه. المهمة الرئيسية كانت من أول يوم كيف نحول هذا الحلم الجميل إلى حقيقة أجمل، ومن هذا المنطلق ابتدأنا بالعمل أولا على الاستراتيجيات المطلوبة لكل قطاع من قطاعات نيوم اللي أسسنا لها، وبعد الاستراتيجية نذهب إلى التخطيط. العمل على وضع استراتيجيات وتخطيط لمشروع كنيوم حجمه وتفاصيله وتعقيداته والعلم والمعرفة لكل تفاصيله كانت مهمة جدا جدا، تحدي جدا تحدي، لكن بفضل دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين ودعم وقيادة سمو سيدي الأمير محمد سهل علينا المهمات كثيرة. فابتدينا بوضع الاستراتيجيات، وموازيا وتوازيا مع الاستراتيجيات أعيننا كانت على الموقع، على منطقة نيوم، لنبدأ الاستعداد لوقت وتوقيت الانتقال إلى نيوم. وبدأنا في نفس الوقت بناء ما يجب أن نبنيه لنستطيع وضع البنية التحتية لمنطقة نيوم، ليكون الوقت عندما نكمل الاستراتيجيات الكل وكل العوامل جاهزة للانتقال. فافتتحنا نيوم مطار نيوم باي، وكانت يعني نقطة جدا جدا مهمة في الاستعداد للعمل. فنقلنا موقع الشركة من الرياض إلى نيوم، لأن اليوم هو الموقع وهو المكان اللي يجب أن نعمل فيه ونعيش فيه. وبدأنا وضع الشركة واستقطاب العقول والمواهب الوطنية والعالمية. نعم. كل هذه المواضيع مشت موازية خلال الثلاث سنوات الماضية، وبفضل الله يعني أكملنا أهم خطوة في هذه الثلاث سنوات، وهو إكمال كل الاستراتيجيات وموافقة مجلس الإدارة على كل استراتيجيات نيوم. نعم.
احنا عارفين مهندس نظمي انه هذا العام الماضي كان عام استثنائي بأزمة كورونا، لكن الى اي مدى استمريتم ب يعني ابرام الشراكات مع القطاع الخاص لاتمام المشروع؟ قد ايه عدد هذه الشراكات؟ قد ايه حجم الاستثمارات او العقود على الاقل اللي جذبتوها خلال هذه الفترة؟ احنا تفكيرنا كان مصب في 2020 على أن نتحدى كورونا ونتحدى الوضع اللي وضعنا فيه كجميع الشركات والأعمال والدول حتى. فعملنا بتحدي كبير، بعمل مضني، بعمل مرتب، والحمد لله تأثير كورونا كان يعني أقدر أقول بسيط على نمو وتسلسل وتدرج المشروع. ومن ضمن المواضيع المهمة جدا في ذاك الوقت هو كيف نستمر في استقطاب الشراكات العالمية والوطنية. وبفضل الله وقعنا أكثر من 3 إلى 4 شراكات مهمة وطنية وعالمية، وأولهم الشراكة مع شركة Air Products في أمريكا وأكوا باور في المملكة العربية السعودية، شراكة من 3 شركاء، احنا الثالث طبعا، بمبلغ اكثر من 6.5 بليون دولار لبناء وتأسيس مصنع الهيدروجين الأخضر اللي بيكون باكورة الإنتاج الصناعي، وهو أكبر مصنع هيدروجين أخضر في التاريخ. وهذا بعث دفعة قوية ل إشراك واستقطاب الشركات والمؤسسات العالمية. على الجانب الوطني دخلنا مع شركات مهمة في المملكة في بناء مساكن العمال وفي استقطاب المقاولين اللي نحتاجهم ونعمل معهم لبناء البنية التحتية، والحمد لله كلها شركات وطنية سعودية وهم معانا على الأرض ومعانا في العمل. خطتنا الرئيسية على المدى الطويل العمل بدفعة أقوى مما عملنا في 2020 لاستقطاب الشركات العالمية والوطنية ليكونوا هم أساس الشراكة المهمة لليوم. نعم، احنا شفنا كان من اهم المشاريع ايضا هي محطة تحلية المياه اللي عم تبنيها الشركة مهندس نظمي، يعني هل تم اكمالها او هل سيتم اكمالها بالموعد المحدد، واهمية هاي المحطة اليوم بالنسبة لواحد من المشاريع الكبرى اللي عم تستقطبوها؟ شكرا على السؤال، لان هذا واحد من اهم المشاريع الاولى في رحلة تطوير اليوم. دخلنا في شراكة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه ومع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعملنا مع بعض، ومن نتائج هذا التعاون أكملنا وشغلنا بالتعاون مع المؤسسة العامة للتحلية لتحلية المياه المحتاجة لنيوم ولكل ما يخص نيوم، وعندنا كمية من المياه يعني تكفي احتياجات نيوم للسنوات القادمة. وكانت هذه نقطة مهمة في الحراك والانتقال إلى نيوم، يعني جينا نيوم وفيها كل ما نحتاجه من بنية تحتية لنبدأ الانطلاقة لتحويل الحلم إن شاء الله إلى حقيقة. نعم، ذكرت نقطة مهمة مهندس نظمي، يعني هي الكفاءات، المواهب، وأيضا التوظيف. يعني اليوم إحنا عم نحكي عن يعني عدد هائل من الوظائف سيخلقها هذا المشروع العملاق، سيمتد لعدة أعوام طويلة. اليوم ما الذي تحقق من نسبة السعودة والمنتج المحلي إذا صح التعبير بمشروع نيوم، وما هي المستهدفات لديكم؟ اولا طبعا استهدافنا الاول لمشروع زي نيوم وهو مشروع عالمي واسس على ان يكون عالمي كان استقطاب اعمق واقوى المواهب والعقول الوطنيه والعالميه.
يعني نحتاج إلى فريق قوي يتحمل مسؤولية الدفع بتطور وتطوير نيوم. اليوم عندنا السعوديين يمثلوا أكثر من 45% من الموظفين، سواء كانوا مهندسين أو خبرة مالية أو كل الخبرات الموجودة. وأفتخر جدا أن 45% السعوديين الموجودين في نيوم هم من ضمن اللي لم يكونوا يقودوا حمل نيوم وتطوير نيوم. شباب، شابات سعوديين وسعوديات يحملوا العلم بالدفع بتطوير نيوم، عملا مع بعض مع العالميين والذي استقطبناهم من جميع دول العالم. ولم نكتفي بهذا الدفع أخت ميسة، كان همنا الرئيسي الثاني كيف نستقطب العقول الشباب والشابات السعوديين والسعوديات في المنطقة من اللوكل، ندربهم، نعلمهم، نبعثهم دفعاء بعثات إلى أوروبا وأمريكا. نحن نحلم باليوم القريب جدا اللي يكونوا اللي الطلاب والطالبات اللي قاعدين ندربهم ونعلمهم ونبعثهم يرجعوا يكونوا هم النواة الأقوى لليوم. عندنا مبعوثين في أمريكا، عندنا ناس ندربهم على كل القطاعات الاقتصادية في اليوم، لأن الخبرات موجودة، الدفع موجود، الإيمان بحب المواطن إلى ما نصبوا إليه وامتنان اليوم وإصرارها على أن تكون يعني أحد أسباب تطوير المنطقة وهي منطقة تبوك اليوم. نعم، المرحلة الأولى ستنتهي حسب المرصود بعام 2025 مهندس نظمي لمشروع نيوم. بعد انطلاقة اليوم ذا لاين، يعني من الآن وحتى عام 2025 ما الذي يمكن أن نراه من مشاريع قبل هذه الفترة؟ أولا سيتحقق الكثير إن شاء الله لما نصل إلى 2025، لكن لما نرجع إلى موضوع اللاين وهو باكورة مشاريع اليوم وأطلق ليلة البارحة تحت إشراف سمو سيدي، وكان يعني يوم جميل بالنسبة لنا. صار لنا شهور وشهور طويلة نعد إلى الإيفنت مال أمس. بالتوازي مع اللاين في مشاريع تصل إلى 5 أو 6، وهو تطوير منتجعات على ساحل البحر وفي الجبال وفي الصحراء في نيوم، بيكونوا هم مشاريع متوازية وموازية لمشروع اللاين. فإن شاء الله بعد 3 سنوات أقدر أقول سنفتتح بعض هذه المنتجعات. وبالفعل ابتدأنا التخطيط وابتدأنا التطوير الحضري لكل هذه المناطق صفا واحدا مع اللاين. نعلن عن هذه المشاريع لما نخلص من كل خطة حضرية لكل موقع، وسيكون الإعلانات متوالية. أعتقد أن سنة 2021 سيكون سنة رائعة مليئة بالأخبار الجميلة، وما اللاين إلا باكورة هذه الأخبار الحلوة. يعني نتمنى لكم التوفيق مهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم السعودية، ونتمنى أنه CNBC تكون السباقة بالحصول على المشاريع التي ستعلن بتفاصيلها خلال هذا العام. شكرا على وجودك معنا اليوم وعلى كل هذه التفاصيل. شكرا أخت ميسة، وتمنياتي لكم بالنجاح إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. إذن كانت هذه أبرز التفاصيل بالنسبة لمشروع نيوم مع المهندس نظمي النصر. مشاهدينا نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.